السلام عليكم. دلوقتي المحاضرة الرابعة والأخيرة في منهج بتاعنا لهذا الفصل الدراسي الثاني. محاضرة عنوانها نماذج النقل والتخصيص. هناخد في نماذج النقل الطريقة الثانية اللي هي طريقة أقل التكلفة. طريقة أقل التكلفة تقوم هذه الطريقة على تخصيص أقصى قدر ممكن للخلية التي لها أصغر تكلفة في الجدول ككل. يعني هبص في الجدول ككل وأدور على أقل تكلفة في هذا الجدول وأبتدي أخصص لها أقصى قدر ممكن من الإنتاج عشان يروح للتخزين. إذا ما وجدت أكتر من خلية لها نفس التكلفة يتم اختيار الخلية التي تستوعب أكبر عدد من الوحدات. يعني لو في خلية تكلفتها 10 تستوعب مثلا 20 وحدة وخلية أخرى تكلفتها 10 تستوعب 30 من الوحدات، أخد الخلية 10 اللي تستوعب 30. ثم يتم استبعاد الصف أو العمود المستوفى من الإيه؟ من الكميات المنتجة فيه. بعد تعديل الكميات المتاحة للصفوف والأعمدة غير المستبعدة، يعني أبتدأ أشوف الصفوف بتاعتي والأعمدة، أنا خلصت الصف الأول أستبعده، خلصت الصف الثالث أستبعده، خلصت العمود الثالث أستبعده، غير أبتدي أعمل تعديل الكميات المتاحة للصفوف والأعمدة غير المستبعدة. يتم تكرار العملية مرة أخرى اللي فاتت بتخصيص أكبر قدر ممكن للخلية التالية التي لها أقل تكلفة غير مستبعدة. نستمر هكذا حتى يتم استيفاء احتياجات كل الصفوف والأعمدة وكلها بإذن الله بتستوفى صفوفا وأعمدة. نشوف هنا نفس التمرين السابق اللي شفناه في المحاضرة التالتة. نفس التمرين، هبص احنا بدأنا بصاد واحد سين واحد وحطنا 90، ما هقدرش اخد 90 هنا. ليه؟ لان انا عندي التكلفة هنا 40 بينما التكلفة في الخلية اللي جنبها 10. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هدخل على الخلية صاد واحد سين اتنين وابص الصف فيه كم انتاجية 90 والعمود فيه كم انتاجية 100. هحط اقصى كمية اقدر احطها في الخلية صاد واحد سين اتنين، ما اقدرش احط 100 لان لو حطيت 100 تبقى اكبر من الطاقة الانتاجية بتاعت المصنع صاد واحد، لكن اقدر احط 90 لان 90 هتخلي لي 100 اللي تحت دي لسه فيها 10 وحدات سين اتنين محتاجاها. نبتدي نشوفها نحتاجاها نجيبها منين. فانا دلوقتي هنشوف احنا نبتدي نحدد هذا الاسلوب، طريقة اقل تكلفة ممكنة. حطينا 90 اهي، لما حطينا 90 صاد واحد سين اتنين خلاص كده خلصت الطاقة الانتاجية لصاد واحد، لكن الطاقة الاستيعابية لسين اتنين خدنا منها 90 فوق، اذا يتبقى لها 10 وحدات فقط. ابص بقى وانزل رأسي، ابص كده فين اقل تكلفة هنا ممكنة. ما بصش لصاد واحد لان خلاص اكتفيت، حطيت 90، اذا صاد واحد ما عادش فيه اي فرصة ان انا اخد منه ولا وحدة منتج واحدة. انزل لصاد اتنين، هبص الاقي هنا عندي 20 دي اقل تكلفة في هذا الصف. ابص للصف الثالث في 30 35 25 اقل تكلفة هي 20، هنزل عند ال 20 احط فيها كامل 20 قبل ما نمسك الجدول اللي بعديه. دلوقتي صاد 2 انتاجيتها 130، سين 2 انتاجيتها 100 بس خدت منها 90 في سين 2، يبقى انا كده باقي لي في سين 2 10 وحدات هي محتاجاها، احطها عند ال 20 ولا عند ال 15؟ 15 اقل من 20، يبقى في الحاله دي انا هنزل احط 10 عند ال 20 ولا احط 110 ولا احط 130؟ ابص
صاد 2 انتاجها 130، س 1 انتاجها 110. لما اجي احط هنا 110، اذا 110 يبقى انا اكتفيت الطاقه، كفيت س 1 بطاقته الاستيعابيه 110. لكن اصبحت ال 130 تساوي 20 لاني حطيت هنا 110. بعد ما حطيت ال 110 عند ال 15 لانها اقل تكلفه من 20، هبص الاقي ان في نفس الصف محتاجه ان انا احط قيمه، لان كده س 1 استوعبت، ص 2 لسه فيها 20 وحده، فانا انزل دلوقتي عند ال 15 واحط 110 وحده. 110 وحده عند ص 2 س 1. أصبحت دلوقتي الطاقة الاستيعابية لسين واحد خلصت، هي 110 خلصت، ما أقدرش أحط عند ال 30 حاجة. لكن أجي أبص حواليا ال 130 لسه ناقصها 20. طيب أنهي تكلفة أقل في الأرقام اللي لسه متواجدة؟ اللي خلصت حطينا فيها شرط علشان ما نزلش فيها. أنا هنا بقى دلوقتي عندي 20، عندي 40، عندي 35، عندي 25. أني أقل تكلفة معايا هنا؟ هي ال 20. محتاجة آخد من ال 130، 130؟ لا، 130 دلوقتي بقت 20. أحط هنا 20. ما أقدرش أحط أكتر من 20. ما أقدرش أحط 10. أحط 10 ولا أحط 20؟ لو حطيت 10 يبقى كفيت ال 100. الاستيعابية لسين 2. لو حطيت 20 عند ال 20 يبقى في الحالة دي ال 20 مع ال 90 تدي 110، ما ينفعش، يبقى أنا ما أقدرش أحط عند ال 20 إلا 10. نشوفها في الجدول اللي بعده. حطينا أهو 10. كده سين 2، سين 1 خلصت وسين 2 خلصت، ما اقدرش احط حاجه تاني بعد ال 100 في عند السعر 35، لكن لسه ال 130 فيها 10. ابص بقى معايا هنا 40 ومعايا هنا 25. 40 و 25، لو انا دخلت عند ال 40 هحط كام؟ 10. ولو دخلت عند ال 90 هحط كام؟ ما اقدرش احط 90 لان صاد 83. فانا في الحاله دي هحط هنا عند 40 10، يتبقى من ال 90 كام؟ 80. ابتدي احط هنا، نشوف الجدول اللي بعديه. هو حطيت عند صاد 2 س 3 10. كده صاد 2 خلصت. ابتدي ابص تحت، مفيش خلية فاضية مفيهاش شرطة الا خلية صاد 3 س 3. ابص انا خدت 10 من ال 90 يتبقى لي 80، ال 80 هي نفسها الطاقة الانتاجية لصاد 3. اذا ده الحل الامثل بتكلفة اقل من طريقة الركن الشمالي الشرقي. نقول بقى 90 في 10 التكلفة الاجمالية، وبعدين نقول 110 في 15 زائد 10 في 20 زائد 10 في 40 زائد 80 في 25، وبالتالي أصبح معايا تكلفة النقل 5150 جنيه. لو أنت بصيت لتكلفة النقل السابقة بطريقة الركن الشمالي الغربي هتلاقي إن إحنا كنا متكلفين مبلغ أكبر من ده بكتير. لو قلت لك هات الفرق بين تكلفة النقل بالركن الشمالي الشرقي والركن وطريقة أقل التكلفة، أطرح الاتنين من بعض أطلع فرق التكلفة باستخدام طريقة أقل التكلفة. دي مسألة تانية، أو مثال تاني. إذا كان لديك جدول النقل التالي، المسألة دي أنا اديتها لك واجب في المحاضرة اللي فاتت، هناخدها برضو. احسب تكلفة النقل باستخدام طريقة أقل التكلفة، وانت حسبتها في المحاضرة اللي فاتت بطريقة الركن الشمالي الشرقي.
هتجيبها بالطريقة الأولانية وترجع تجيبها بطريقة أقل تكلفة وتحسب الفرق بين الاتنين، وفرت أنا كام بطريقة أقل تكلفة؟ إجمالي تكلفة النقل أهي 31,000 بطريقة أقل التكلفة. أنت هتحسبها بطريقة الركن الشمالي الشرقي بالمحاضرة السابقة. ننزل بقى على نماذج التخصيص. نماذج التخصيص بتهتم بكيفية توزيع عدد المهام أو الأنشطة على عدد من الموظفين في أي مكان، يعني أخصص عدد من العمال على عدد من المهام اللي المفروض إن هم يعملوها، أقول فلان يروح للمهمة دي وفلان يروح للمهمة دي وفلان يروح للمهمة دي، أو تخصيص عدد من العمال على عدد من الآلات، نحط العامل ده على الآلة دي ونحط العامل ده على الآلة دي نحط العامل ده على الآلة دي، أو تخصيص عدد من آلات من الآلات لإنتاج عدد من السلع، برضو الآلة دي تنتج لي السلع الأولى والآلة دي تنتج لي التانية والآلة دي تنتج لي التالتة، بغرض إيه؟ بغرض تقليل التكاليف أو تقليل وقت العمل أو زيادة الأرباح. أعرفها إزاي دي؟ من الجدول اللي هيبقى جاي لك فيه طريقة العرض. لو هو تكاليف يبقى أنا عايز أقلله، لو هو الجدول للوقت المستخدم في العمل يبقى أنا عايز أقلل الوقت، لو هي الأرباح اللي هتحصل عليها من هذا التخصيص يبقى أنا عايز أجيب أكبر الأرباح. إيه بقى فروض نماذج التخصيص؟ عدد المهام يساوي عدد الأشخاص المكلفين بها، يعني لو عندي 3 مهام يبقى لازم يكون عندي 3 أشخاص، ده أول حاجة. كل شخص يقوم بمهمة واحدة بس، ما هقولوش قوم بمهمتين، ما هقولوش قوم بالتلات، هي مهمة واحدة بس. تالت حاجة، تكلفة أداء كل شخص لكل مهمة معلومة وعارفينها ومحددة، لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقص، سواء كانت تكلفة أداء أو تقليل وقت أو الأرباح، ما تزيدش ولا تنقص. نشوف المثال ده. يعمل بقسم الكهرباء بكلية التجارة 3 عمال، هاشم وسيد وأحمد، ولدى القسم 3 أعمال غير مخصصة، سين وصاد وعي. يعني ايه غير مخصصة؟ يعني ما قلتش فلان يروح للعمل ده وفلان يروح لده وفلان يروح لده، ما قلتش، ده معنى كلمة غير مخصصة. ويوضح الجدول التالي البدائل المتاحة أمام رئيس قسم الكهرباء لتخصيص هذه الأعمال ووقت إنجازها. المسألة دي بتتكلم على إيه؟ وقت، ما بتتكلمش على تكلفة، ما بتتكلمش على أرباح، ووقت إنجازها بالساعات من قبل كل عامل من العمال الثلاثة بالقسم. نبص كده للأعمال، الأعمال هي سين وصاد وعين، والعمال هم هاشم وسيد وأحمد. هاشم لو خد العمل سين هياخد وقت 22 ساعة، بينما لو خد العمل صاد هياخد وقت 24 ساعة، بينما لو خد العمل عين هياخد 34 ساعة، حسب إمكانيات العمال وحسب العمل نفسه محتاج جهد قد إيه. كذلك الأمر بالنسبة لسيد، لو هو هياخد العمل سين هيحتاج 14 ساعة، لو هياخد صاد هيحتاج 22، لو هياخد عين هيخلصه في 40 ساعة، وكذلك بالنسبة لأحمد. احنا بقى عايزين ايه في المسألة دي؟ ايجاد برنامج التخصيص الامثل الذي ينتج عنه اقل وقت ممكن لاداء الاعمال الثلاثة بقسم الكهرباء بالكلية. احنا هنا بنشتغل على عدد البدائل المتاحة. ايه هي عدد البدائل المتاحة؟ عدد البدائل المتاحة هم 3 عمال بثلاث مهام، فهنقول مضروب 3. يعني ايه مضروب 3؟ او بالانجلش بنقولها فاكتوريال 3. يعني ايه فاكتوريال 3؟ يعني 3 في 2 في 1 يديني 6.
طب لو كان 4 تبقى 4 في 3 في 2 في 1 هتديني 24 بديل. احنا المسألة دي فيها 6 بدائل فقط، البدائل اهي رصتها 6 1 و2 و3 و4 و5 و6. بص المهم س والمهم ص والمهم ع. لو انا خليتهم س وص وعين، مين س؟ هاشم، ومين ص؟ سيد، ومين عين؟ احمد. هاخدهم بهذا الترتيب، هاشم هياخد 22 ساعة، صاد في سيد في المهمة صاد من الجدول السابق هياخد 22 ساعة، أحمد في المهمة عين من الجدول السابق هياخد 32 ساعة. إذا التلاتة لما أجمع الوقت بتاعهم في هذه التوزيعة هيبقى 22 زائد 22 زائد 32 هيديني 76 ساعة. طب إيه التوزيعة التانية؟ هخلي هاشم عند س مهمة س، وهبدل سيد مع أحمد، أحمد ينزل بدل سيد في المهمة ص، وسيد ينزل بدل أحمد في المهمة ع. هبص ألاقي وأحط الوقت المستنفذ في إنتاج التلات إيه مهمات، أجمع الوقت اللي موجود عندي في الجدول هلاقي 22 زائد 16 زائد 40 يديني 78، ولاحظ إن 78 جت أكبر من 76. لاحظ دي، الوقت 78 ساعة. طيب بعد كده أعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هخلي سيد هو اللي يجي في الأول. طب أعملها إزاي دي؟ أعملها إزاي؟ هو في الآخر يجي في الأول، ومجرد ما جه في الأول عمل إيه في هاشم؟ زحزحه، جابه في المهمة اللي بعدها. وهاشم هيعمل ايه في احمد اللي فوق؟ هيزحزحه ويجيبه في المهم عين. فهنقول هنا سيد في الاخر اهو جبته في الاول خالص، لما جبته في الاول خالص هيلاقي هاشم يخرج من المهمه دي ويروح المهمه اللي جنبها اللي هي ص، وهاشم هيخرج احمد من المهمه ص يوديه المهم عين. هشوف الوقت المستخدم بهذه التوزيعة أو بهذا التخصيص للعمال، 14 زائد 24 زائد 32 هيديني 70 ساعة. خلي بالك 70 ساعة هي أقل من 78 وأقل من 76، معنى كده مبدئيا أنا رافضة البديل الأول ورافضة البديل الثاني. ليه؟ لأن جبت بديل ثالث احتاجت 70 ساعة وأنا محتاجة وقت أقل. نبص للبديل الرابع، أجيب البديل الرابع إزاي؟ هاشم هيبدل مع أحمد، سيد هيفضل في 14، سيد هيفضل في المهمة س ب 14، بينما هاشم هيزحزح أحمد ويجيب أحمد مكانه وهو يحل محله. يبقى سيد ب 14 ثم أحمد ثم هاشم. كده التكلفة الوقت المستخدم 14 و16 و34، هلاقيه جملة الوقت 64 ساعة. ماله 64 ساعة ده؟ داخل لل 70 ساعة اللي فوق ملهاش لازمة. يعني البديل التالت ده أصبح ملوش لازمة كمان. أنا دلوقتي في البديل الرابع، ممكن يكون الأفضل وممكن ما يكونش الأفضل. هنشوف البديل الخامس والسادس. اشمعنى هما 6 بدائل؟ لان انا قلت لك عدد البدائل المتاحه 6، 3 في 2 في 1. نمسك البديل الخامس، احمد هيعمل ايه في سيد؟ احمد هيشيل سيد من مكانه، هيشيل سيد من مكانه ويحل محله. هيقوم هاشم يلاقي مكان احمد فاضي، هيقوم يرجع له، هيلاقي هاشم خرج سيد ودخل مكانه، يقوم هاشم يرجع مكان احمد تاني. سيد هيروح فين بقى؟ ما هيلاقيش قدامه غير المهم عين ان هو يروح لها. نشوف كده البديل الخامس بيقول ايه؟ احمد هاشم سيد هيبقى 10 و24 و40 74. لا ده 74 اكتر من 64، يبقى البديل الخامس ده كمان قد يكون مرفوض. لسنا بديل واحد، هنجيبه ازاي؟ هنقول هنا دلوقتي هاشم وسيد هيبدلوا،
هاشم وسيد هيبدلوا، هاشم سيد، هاشم هيشيل سيد، يقوم سيد يجي مكان هاشم الفاضي، وهاشم يعمل ايه؟ ياخد مكان سيد اللي هو سابه. لو انت شفت الطريقه دي 10 و22 و34 يديني كام؟ 66 ساعه عمل. واضح كده ان الحل الامثل هو البديل الرابع. عمليه ان هاشم وسيد واحمد يتبدلوا ازاي، دي عمليه سهله جدا وممكن تشوفوها في الكتاب متكرره اكتر من مره، هي عامله زي التباديل، ده مكان ده وده مكان ده، ونرجع اللي كان في الاخر يجي في الاول، واللي في الاول يبقى التاني، والتاني يبقى الاول. دي عمليه سهله مفيش فيها مشاكل. بذلك يكون البديل الرابع هو الافضل، حيث يحقق اقل وقت لتنفيذ الاعمال الثلاثه، حيث يقوم سيد بالمهمه س واحمد بالمهمه ص وهاشم بالمهمة عين، ويكون إجمالي الوقت لإنهاء المهام الثلاثة هو 64 ساعة. مسألة تانية تمرين برضو واجب، إذا كان لديك الجدول، جدول النقل التالي، برضو الطاقة الإنتاجية زي الطاقة الاستعابية، عايزاها بطريقة الركن الشمالي الشرقي، وعايزاها بطريقة أقل التكلفة. مسألة تانية على التخصيص، بفرض أن لدينا ثلاثة أعمال ألف وب، دي برضو مهمة أعمال، ولديهم ثلاث مهام، تصنيع وتعبئة وتغليف، ويوضح الجدول التالي تقدير الوقت التي حددها صاحب المصنع والخاصة بإنجاز كل عامل لمهمة معينة. عايزين المطلوب تخصيص العمال لإنجاز المهام بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم، زيها زي المثال السابق في التخصيص. هنا بس إيه اللي اختلف؟ إن بدل في المسألة السابقة كانت هاشم وسيد وأحمد، دلوقتي بقى اسمهم ألف وبه وجيم، هتبقى برضو مضروب 3، 3 في 2 1، كل اللي هيحصل انك ألف هيبقى هو هاشم، وب هيبقى هو سيد، وجيم هيبقى هو أحمد، على أساس إن احنا نقدر نعمل تخصيص. نسيب لك الجدول فاضي، ست بدائل، هتحط هنا في الأول ألف وب وجيم، بعد كده تعمل إيه؟ أو هنقولها كده تجاوزا، هاشم وسيد واحمد، بعد كده نعمل ايه؟ هنقول ايه؟ هاشم واحمد هيبدلوا، بعد كده نعمل ايه؟ ان هيجي سيد يستبعد الايه، هاشم سيد واحمد هيتبدلوا، بعد كده هنعمل ايه؟ سيد هيجي في الاول يستبعد هاشم، يزحزحه، يقوم هاشم يتزحزح للتعبئه، واللي بعده يتزحزح للتغليف، وهكذا. أرجو أنكم تحلوا مسائل على هذا الموضوع، وهتلاقوا حلول كتيرة في الكتاب، تبصوا في الكتاب وهتلاقوا مسائل محلولة، وهتلاقوا مسائل غير محلولة. أرجو أنكم تحلوا المحلول أولا وبعدين تبصوا في غير المحلول. وكل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.